أي مولود عنده طبيعتين فوق البشر، ولو ما ضبحت الطبيعتين ديل بتضرر، وعندنا قصتين واقعيات من البشر ده ذاته. أنا عندي أختي كانت متزوجة في الغرية دي ذاتها وأنجبت بيت وقام مختلف هو زوجها، جاتنا بالبيت. طبعا إحنا ما عندنا حاجة اسمها بشر ولا تطبح لها ولا تقوم ولا تقعد تموت، والله ده ما عندنا معاش غلا. قام أبوه جاء قال لنا يا أخي البيت فوق زيارة، كان ما وديته بشر وطبحته له البيت دي صلوة ما بتسلم. قلنا له تسلم ما تسلم، طيب عندك معاش غلا صلوة ما بنطبح لها. الواقع شنو؟ قامت البنت قامت فيها عوارة في راسه، العوارة دي قامت عادية وقدر من عارين في العوارة دي، عدت لها فيها قريب سنة ونص في راسه دي ما تراحت، لحد ما أبوي رجع أمه وصواري صاقة مش يطوح لها وحلق لها فوق البشر، لأنه عنده الحلاقة أولانية الطفل لو ما حلقوا له فوق البشر ما بيسلم. ده واقع، بعد حلقوا له فوق البشر ده العوارة دي راحت. عنده واحد تاني والدخوم برضو أنكر الكلام ده، جابوا له ولد وبيمشي يطبح له، قال البشر ده كان حق بس يجي يشيل الصلاة ما يطبح له، البرق يتكسر، يعني الولد ده عمره 5 سنة ما قام. دارين أشوف الواقع في الكلام ده شنو؟ إنه البشر ده الأثر الحسي على الناس ده شنو عشان هو بيعمل لهم. جزاك الله خير. طيب الكلام الذي ذكر إنه في منطقة وبشر أبو بشرية والمنطقة دي بيضبحوا فيها وفيها شيء من العقيدة، وإنه إذا ما ذبح بيحصل للزول شيء من الضرر وإلى آخره، الكلام ده فيه نصوص والقرآن أرشد إلى مثل هذه الأمور كيف يتعامل معها، والسنة أرشدت إلى مثل هذه الأمور كيف يتعامل معها. قال الله تعالى في القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني شنو الآيات دي؟ قل إن صلاتي معروفة، ونسكي أي عبادتي ومنها الذبح، من النسك الذبح، ومحياي أعمال الحياة، ومماتي أعمال الممات لله رب العالمين. الحاجات دي كل الأربعة دي، الصلاة والنسك ومنه الذبح وأعمال الحياة ومحياي وأعمال الممات ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ما في شريك بتشرك بالله تعالى بهذه الأمور الأربعة فيه سبحانه وتعالى به. قال لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقال تعالى: فصل لربك وانحر. فالذبح والصلاة والعبادة كلها لله وحده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ده من أسباب اللعنة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء واحد بنذر، عنده نذر، نذر أن يذبح ببوانة، وفي بعض الضبط ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. أفيها عيد من أعياد؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك، إلى آخر الحديث. فسألوا سؤالين: إذا في مكان يذبح فيه لغير الله يعتقد فيه أن هذا المكان فيه عقيدة باطلة، يعتقد فيه عقيدة في غير الله تعالى، ده انت ما بجوز لك شنو توفي فيه والنذر، وما بجوز لك تسبح فيه. واذا فيه عيد من اعياد الجاهليه، من اعياد اهل الباطل، ما بجوز لك شنو توفي فيه النذر. دي مساله. المساله الثانيه: الزول ولد له مولود، المولود ده ذاته في الشريعه
انت ما بتفرح وبتشكر الله سبحانه وتعالى. واحد من العلماء اسمه صالح الفوزان عنده كتاب اسمه الملخص الفقهي، ذكر فيه المولود ده ولد بتضبح لله سبحانه وتعالى، وما في مكان زي ده لنص الحديث السابق، وانما تذبح لله تعالى في يوم سابع ولادته كبشين، تذبح اثنين لو ولد ذكر، ولو انثى تذبح شنو؟ واحد. بعد ذاك الما بيستطيع الولد ذاته بجوز يذبح له شنو؟ واحد. والما عنده بالكليه ما عنده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الفوزان علق قال الذبح ده ليه؟ قال الذبح ده نوع من الشكر لله تعالى انه الله هو الادى شنو؟ الجنى. وذبح الا لك الاشكال بتاع البشر ده، ابو بشريه ده مشكلته دي. الموضوع ذبح الا الجنى اللي بيديه الله ولا ابو بشريه؟ مش الله يا ناس سبحانه وتعالى؟ والدليل على انه الجنى بيديه الله، ما بيديه شيخ ولا غيره، آيات واضحة. خلي لها باقي الآيات الثانية، بس أنا دار أديك موضع واحد، سورة النازل برا والجوا بعرفوها، سورة الواقعة. قال الله تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أنتم مصدقين كلام الله سبحانه وتعالى؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، دل بين الزوج والزوجة، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن شنو؟ الخالقون. ما واضحة؟ واضحة. الله قال لك الجنة ده أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الجواب الخالق هو الله سبحانه وتعالى. طالما الله خلق جل في علا يبقى تضبح لمنه؟ لله سبحانه وتعالى. تضبح له والله جل في علا جنب بيتك، بس في الشارع جنب الباب عشان ما توسخ البيت، أو جوا البيت تضبح له هو سبحانه وتعالى. النقطة الثانية مسألة النبح والضرب، عوارة وما عوارة وكذا. النفع والضر اللي بيملكي منه؟ الله سبحانه وتعالى. بيملكنا البشر ولا الله؟ الله. الدليل أديك موضع واحد بس، قال الله تعالى في سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء؟ الله قال لك أنت تركت الله سبحانه وتعالى واتخذت من دون الله أولياء. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، ما لنا الأولياء؟ لا يملكون لأنفسهم. البشر ده وغيره لو سلمنا جدلا إنه ولي، قال لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. واضحة ولا ما واضحة؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي وتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. طالما بملك النفع الله سبحانه وتعالى وبملك الضر أو الضر الله سبحانه وتعالى، يبقى انت تفر لله جل في علا وما تفر لغير الله، ده ما بيعمل لك اي شيء. النبي عليه الصلاه والسلام الله قال له في سوره ال عمران: ليس لك من الامر شيء. انتهى الموضوع، ما عندك شيء. وخلي البشر، الرسول عليه الصلاه والسلام يوم احد واحد من اليهود اسمه عامر اليهودي، ده حفر له حفر شرك. لما جاء يوم احد سقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفره من الحفر، حتى فوق لابش في الشارع، فسقط في حفره من الحفر وشج راسه، الدم سال كر، وكسرت رباعيته، السنين التحت كسرون صلى الله عليه وسلم، وسال الدم منه صلى الله عليه وسلم. أسي اعظم الرسول ولا البشر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وذات الدم سال منه، ده سال منه. تقول لي عوارة جنب البشر ما جو وكذي وواوا إلى آخره، بيحصل وما بيحصل. هسي نحن ما عارف البشر ولا غيره، ما عندنا ولا عوارة هسي في راسنا، ولا كيف يا جماعة؟
في ناس كتار ما بعرفوا البشر ولا بيمشوا للبشر ولا عندهم عواره ولا ودون للبشر. بعدين قبل البشر ده كان العوارات بيودوها وين؟ قبل ما يندوا البشر خلي الحجر بتاعك. وده حجر ولا ريدر ولا حجر ولا شاحن، ده كلام يا ناس باطل. ما تعتقدوا عقائد زي دي، الزول يكون عقيدته في الله. ديل بيخوفوك، شفت ناس البشر ديل، هو البشر انا ما بعرفه لكن العقيده مساله دي، ده بخوفوك. السفنجه دي بخوفوك منك، يعني انقلبت يقول لك صلحها صلحها، يخاف من السفنجه. ومات مات. اشوف ده مات عادي، ده مات من تحت بيسوي عوار. هاي ما كلها وهم زاي يا اخي احمد النيل، ده مدفون جنب جامعه الاهليه. لقيت له بيان جنب استاذ الهلال. انا ما عارف المريخ ما بيزعلوا منه، ما شايف استاذ الهلال. المرق بيغادي شو الشغله دي، جاوا بيغادي شو كلام كله فاضي. ها الواقع هو ما في اصلا. ايوه الواقع ده، ده ابتلاء من الله تعالى. الواقع ده المساله دي ابن عثيمين علق عليه، قال لك مرات الزول اللي فيه عقيده ده مرات بيعمل اشياء بتخزله زياده. قال زي مسيلم الكذاب في بئر، قال البئر دي المويه بتاعتها قلت، جابوا لها مسيلم قالوا ده طبعا نبي هو كذاب، قالوا يصلح علينا. جا مما قرب من البير دي وعاين لها وهبشها، قال فغارت عينها، انطفت مره واحده، نشفت مره. زي ده الله ابتلاه. ابن عثيمين ذكر الكلام ده في شرحه لرياض الصالحين. زي ده الله ابتلاه وخزل شنو؟ وقتي طوالي. في نوع بيحصل العكس، ابتلاء من الله تعالى. وانا قبل قلت لك الاشكال ده حلته السنه. الدليل على الكذب اخر الزمان من علامات الساعه ما يسمى بالمسيح شنو؟ الدجال. ده بقول له انا رب. بعدين بيقول للسماء امطري، بيحصل شنو؟ كر بتجيب مطر. الارض اخضر بتخضر. الزول ميت بيقول له قم، فيخيل للناس انه قام، يكون قرين وغيره، المهم يخيل للناس انه شنو؟ انه قام. فإذا عنده أشياء بيشوفوها الناس بعينه، لحد ما بعض الناس يصدقوا إنه ده شنو؟ أنه الله تعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أعور، وربكم ليس بشنو؟ بأعور. فالزول لا، الآن الشدة زي ما المسيح الدجال بيقول أشياء وبتحصل، لكن في علامة واضحة، الله ما بخلي الناس يضلوا، في علامة واضحة إنه أعور. دي بتزيد الناس يقين انه ده ما رب العزه والجلال، وغيره من الاشياء الاخرى. ده نفس الشيء، ده زول مات ما عنده تاثير اصلا، لان الله تعالى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون. والحاجه الثانيه انها صخره، صخره. ومساله الصخره دي لو كان في صخره اصلا القرب منها وعدم القرب فيه تأثير، القرب منا بيشفي وعدم القرب منا بيجيب العوارات وغيره، والما بيمشي ليها بيحصل له عوارات، كان تكون الكعبة ولا ما ياهو، كان تكون الكعبة ما كان تكون فيه. وده حجر، دي عقيدة الأصنام الأوائل إنك تعتقد في شنو؟ في حجر. فأشياء أحيانا والتفصيل في المسائل دي طويل جدا، أو وتوسع فيه وبين فيه بيانا مقنعا الشيخ العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن، قال بتحصل أشياء ابتلاء من الله تعالى. وقال دي الأشياء دي قال مرات بتكون من الجن وبكون فيها تأثيرات. قال مرات قال الجن يدخل في عصفور فيخاطب الناس، الطيرة دي تتكلم مع الناس. قال ويذهب من له عقيدة في القبر، والله في كتاب الفرقان كاتبة كذا، من له عقيدة في القبر. قال فيتكلم معه الجن ويرى صورة صاحب القبر، لأن الجن يتمثل في صورته، فيعتقد أنه رأى صاحب القبر، وهو إنما رأى شنو؟ الجني. فأحيانا بتحصل أشياء زي ابتلاء من الله تعالى وامتحانا منه سبحانه وتعالى. تقول يا الله الشدة الشدة ما فيه شيء وما بينفع ولا بضر، تمشي له تبتلى، حصل لك ضرر
انت بعدها لإيمانك بتصدق كلام الله سبحانه وتعالى ولا بتنجر وراء هذه الابتلاءات فتسقط في الهاوية. فدي الناس ما تشتغل بها ولكن انما تجعل عقيدتها في الله. التأثيرات دي امتحان من الله تعالى. الزول يتحصن ويذكر الله لا بتجيء وارة لا بتجيء ضربة ولا أي شيء.